الاب تيكون بعقله، ولا تا هو دار التليفون، ولا تا هو ولا تيلبس، ولا تا هو ولا باش يدير شي مشطه من المشاطي، تا هو ولا تيلبس مزيان، تا هو ولا تيجلس في القهاوي، تا هو ولا تيمشي ديك القهوه اللي جالسه فيها ديك البنت اللي هي يا ما قامت تزوجاتش، واللي لابسه مزيره، واللي هي يا ما قالت لها حيدي الدره باش تزوجي، وخايده الدره باش تخدم في القهوه باش يتزوجوا بها كاع الرجال بعينيهم. دابا ولاو كل شيء كيتزوج بعينيه، هو مزوج بعينيه بهذيك زواج الاعيون. ولينا دابا هي هو ذاك الاب هو مخلي ولاده مخلي الدار وجاي ديك القهوه باش يتفرج في الماتش، باش يتفرج في مراته اللي مزوج بها بعينيه، تيتم دايها هابطه وخارجه هابطه، ولده تيبكي تحت رجليه باغي غير 5 دراهم باش يشري الفطار، هو يا 10 دراهم تيعطيها بورفوار لديك الاخت اللي مزوج بها بعينيه. هذا واقع، هذا واقع. اذا عندنا منظومه الاب تالف، الامهات الان، الامهات الان الله المستعان استقلوا من التربيه الا من رحم الله. الامهات الان استقلوا من التربيه، علاش؟ حيت ذاك الولد اللي باه ما مسوق ليش، امه ما مسوقاش ليه، ولا تيقلب على شي ميمه اللي تصرف عليه، ولاو الدراري دابا ما بقاوش يشوفوا الدريات، ولاو تيقلبوا على الوسائل البسيطه باش هو يدير الفلوس، ولا يطيح بمراه عندها 50 سنه كبر من امه، امراه عندها 55 سنه تيقولك باقي فيها ما يدار وتتصرف عليا وما فيهاش الغوات وما غتحمل ما والو. هاد الشيء هذا فينا هي الرقابة عليه؟ فينا هي الرقابة عليه؟ أنا هي تنسول الرقابة الاجتماعية فينا هي عليه؟ إلا ضربتي لي الأم وضربتي لي الأب كما قال الشاعر، إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إلى الآن الأب والأم، الأم عايشة حياتها لأنها باه، لأن هذاك اللي كيمشي يجلس في القهوة اللي مزوج بهذيك اللي بعين مزوجها بعينيه هذيك صافي، دارت له فورمات المراه اللي عنده في الدار، ولا تيشوف هذيك اللي عنده في الدار غير شطيه باغي غير تخلص منها، اذا ما بقاش يقول لها كلمه زوينه، ما بقاش يهضر معاه لانه هو مزوج هذيك بعينها، ملي كيجي للدار كيغمض عينه تيتفكر هذيك خيتي هذيك، بقات بلا زواج حيت السيم واعده يتزوج بها هو مصاحب بالميمه تيتسنى هذه تصرف عليه وهذيك تصرف عليه. ايوا هذه الدوره بقات غاده، الدوره دايره هكا. هو الاب ما مسوقش لولاده، والام تشوف الراجل ما بقاش يتعامل معاه مزيان تتقول مالي انا فيه شي حاجه ناقصه، كتوقف قدام المرايه كتمشي للحمام كتلقى ديك الكساله اللي هي يا اصلا ما حملهاش، تقول لها مالك انت هي باغا تخرب لها دارها، ومالك انت هي باقا زوينه والف واحد يتمناك، شوفي كي دايره مع امك يمشيو للحمام تمشيو بلا حوايج. راه عندنا دابا كان شحال هذه الحشمه كتسد بعدا شي 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 طرقان، كتسد شي مجالات، دابا الحشمه ما بقاتش ولا، والمجالات كلها مفتوحة.